طبعا سلمى مستمرين بحمل 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. رح نحكي تحديدا اليوم عن القوانين السورية، كيف حاولت أنصف المرأة وبأي طريقة، إلى أي مدى طبعا منحتها جزء كبير من حقوقها أو حتى حقوقها. رح نعرف كل هي التفاصيل وكثير من الأسئلة مع ضيفتنا الأستاذة رنا ديب، المحامية رنا ديب. لك صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك يا سلمى. خلينا نبلش من القانون السوري. نعم. وكيفية، خليني أقول هيك، القوانين والمواد اللي موجودة اللي حاولت دعم المرأة وحقوقها. نعم. هلأ بداية القانون السوري، إذا بدنا نحكي قبل ما نحكي بالقانون السوري، خلينا نقول بشكل مجتمعي يعني كمقدمة، أنه المرأة دائما هي رديفة للرجل، دائما مساندة للرجل مجتمعيا، وهذا الشيء كلياتنا صرنا بنعرفه يعني خاصة هلأ بهذا الوقت يعني. فهي شريكة لإله أحيانا على صعيد العمل، شريكة لإله في المنزل، شريكة لإله بكل المجالات، شريكة لإله بالتعليم، بتربية الأطفال، بكل شيء يعني. المرأة دائما جنبا إلى جنب جانب الرجل، والحقيقة دورها هو أهم من دور الرجل في المجتمع يعني، مثل ما كل الناس صارت تعرف هي القصص. إلا الرجال يعني. ما بيعرفوا هي المعلومة. إلا الرجال، فلنحن عم نخبرهم يعني ونسلط الضوء على هي النقطة. بالعكس، المرأة مخلوق خلاق، إذا كان الرجل مخلوق فالمرأة مخلوق خلاق، لأنه بالفعل المرأة تصنع شيء من لا شيء، تجعل الجميل أكثر جمالا والبشع يمكن أقل بشاعة. فدور المرأة دائما فعال مجتمعيا. إذا بدي أجي أحكي على القانون، فالقانون السوري يعني خلينا نقول يسعى جاهدا إلى إعطاء المرأة حقوقها كاملة، على عكس ما أنه احيانا الناس بيصير في لغط انه لا، المراه في الى ظلم، مظلومه قانونا، المراه القانون اجحفها في كثير من المواد يعني او القوانين. بدي اقول شغله، انه لا، القانون يسعى دائما انه هو القوانين عم تتعدل، كمان دائما عم تكون تعديلات القانون خاصه قانون الاحوال الشخصيه عم تكون لصالح المراه، ولكن هذا ما بيعني انه ما عندنا نحن ثغرات في القانون السوري يجب تسليط الضوء عليها من خلال الإعلام مثلا كوسيلة من وسائل تسليط الضوء على ثغرات القانون السوري. عسى أنه يصير في خطوات أيضا لتعديل ما يجب تعديله، أيضا لنسعى أكثر بإنصاف المرأة وحمايتها من العنف، مثل ما هو موضوع حديثنا، حمايتها من الظلم بشكل عام يعني. تمام. استاذه رنا، خلينا نعرف من حضرتك اكثر، شو هي يمكن ابرز القوانين اللي تم تعديلها؟ نعم. بما ينصف المراه. نعم. وشو هي يمكن الثغرات يلي شوي في جدال عليها؟ طبعا نحن قبل ما نعرفها انا وسلمى، نحن لجانب المراه، لازم المراه تاخذ كل أكيد. حقوقها طبعاً كامله. وأنا نفس الشيء. تمام، خلينا نعرف من حضرتك. تمام. هلا القانون اللي كثير صار فيه الحديث عنه، تعدل وكان لصالح المراه، هو قانون الاحوال الشخصيه السوري. قبل ما احكي بقانون الاحوال الشخصيه، بس بدي احكي بثواني انه بدستور الجمهورية العربية السورية اللي هو الأساسي، دستور الجمهورية العربية السورية منصف جدا للمرأة. طبعا. حتى لو كان القوانين فيها ثغرات لازم تتعدل بما يوافق الدستور، لأنه في أحد مواده بيقول الدستور المساواة التامة بين المرأة والرجل، مساواة من حيث إعطاء المجال في المشاركة في الحياة السياسية، فهي جاية بنص صريح بمادة من مواد دستور الجمهورية العربية السورية، المساواة بحقوق إعطاء المساهمة الفعالة في الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، إتاحة الفرص أمام المرأة لحتى تكون بكل المجالات مثل الرجل، لا تمييز بين أي مواطن من مواطني الجمهورية العربية السورية. هذا بيعني أنه ما في تمييز أبدا بين المرأة والرجل كدستور، عم بحكي كدستور جمهورية عربية السورية، حتى بمجالات العمل، بمجالات تكافؤ الفرص بالعمل، من ناحية الأجر بالعمل، هذا كله نص عليه الدستور السوري، الدستور الجمهورية العربية السورية بشكل واضح وصريح. نجي للقوانين بقى اللي هي تحت الدستور يعني. عندنا قانون الأحوال الشخصية تعدل بما يناسب المرأة نوعا ما، مثلا رفعوا سن الحضانة، كانت أقل صارت 15 سنة للذكر والأنثى. مثلا أهم تعديلات قانون الأحوال الشخصية أنه وضع سمح بوضع شروط خاصة في عقد الزواج، بحيث أنه المرأة تضع ما يناسبها، طبعا بما لا يخالف الشريعة ولا يخالف النظام العام يعني. بس مثلا أنه إذا كانت هي امرأة عاملة، أصبحت في التعديلات الجديدة تستطيع أن تشترط في عقد الزواج أنه لا يحرم زوجها من العمل، استمرار بالعمل، استمرار في العمل، لا يتزوج بامرأة ثانية مثلا. هي فيها تحط شرط، فيها تحط شرط طبعا يعني، بهذا الشيء بيؤدي لفسخ عقد الزواج يعني، في حال هي ما بدها يعني، أو لا يسكنها معها في منزل واحد مثلا. فسمح بوضع شروط، مثلا زواج القاصرات، تعدل زواج القاصرات، صار أنه لا يسمح القاضي الشرعي بعقد قران
الذكر والانثى دون 18 سنه الا اذا كان وضعهم في استثناء، يعني هو طبعا بترجع للسلطه التقديريه للقاضي، اذا كان يعني عندهم وضعهم الصحي جسمانيا بيقدروا، فطبعا هذا الشيء. كمان بالنسبة لإجازة الولي بالنسبة لعقد الزواج، إذا كانت الأنثى أتمت 18 سنة من عمرها فهي نزلت لعند القاضي وبدها تتزوج، فهون يعني عطى الولي فترة 15 يوم إنه إذا بده يعترض على زواج بنته يتفضل يعترض، ما بده يعترض أو سكت فبيعتبر إنه هو الزواج قائم. طبعا في شرطين أساسيات لحتى، لأنه نحن كمان بهمنا مصلحة المرأة، يكون الزوج كفء ويكون في هناك يعني خلينا نقول تناسب يعني بيناتهم، يكون كفء لإلى الزوج للزوجة. طبعا إذا تحقق هذا الشرط فبيكون الزواج صحيح حتى لو كان الولي ما أجازه. يعني أنا ما عم شجع طبعا أنه الولي ما يجيز عقد الزواج، يعني أنه شجع الإناث أنه تنزل تعمل عقد زواج بدون رضا الولي، أكيد لا يعني، بس أحيانا بيكون في إجحاف للمرأة، نحن اللي عم نحكي عن العنف، أحيانا بيكون في ظلم في تعنيف أنه الولي بيرفض الزواج لمجرد أنه بده يرفضه لأنه هو هيك شايف لاعتبارات هو بتخصه، بس هي ما أنا اعتبارات يعني تأخذ بعين الاعتبار بالنسبة لقاضي شرعي. أكيد. فهون وقتها نحن لا بنكون مع المرأة. أكيد. ونحن اليوم ما عم نحكي عن مناهضة العنف ضد المرأة، كثير من خليني أقول السيدات أو الصبايا ممكن يتعنفوا بالبيت أو يتعنفوا من الزوج، كيف قدر القانون يحمي خليني أقول المرأة بهذا الخصوص؟ يعني إذا أنا اليوم تعرضت للتعنيف شو الإجراء القانوني اللي بقدر ساوي كفلي القانون لحتى يحميني من هذا العنف؟ هلا بدي احكي لك شغله سلمى، انه نحن وقت بنحكي عن العنف، وهذا رايي الشخصي كمان، يعني انا ببطل اقول مراه ورجل، انا انسان عم اتعنف فانا من حقي امنع العنف عن نفسي. القانون السوري بهي النقطه بالذات، نقطه العنف، عالجها بالنسبه لكل المواطنين الجمهوريه العربيه السوريه بغض النظر اذا كانوا ذكور او اناث يعني، وهذا الشيء اللي انا بشوفه منطقي اكثر. يعني لما انا بدي اجي اقول انا بدي دافع عن المراه فقط من العنف، فانا هون بكون يعني اللي هي شو بتفرق عن غيرها مثلا يعني هون انا دغري بقول معناتها انه هي غير الرجل، لا، هي انسان مواطن عربي سوري يستحق ان يحمي ينحمى قانونا من العنف، فاجى القانون عالج العنف ممنوع على كل الناس. فالقانون هون في عندنا كذا يعني عده مواد قانونيه، في قانون العقوبات السوري هون بتحمي من العنف في جريمه الايذاء، اي اذى بيقع على اي انسان ذكرا او انثى يعني، وبما انه لا تمييز بين الذكور والاناث فبتلجا للمحكمه وبتاخذ حقها حتى لو كان زوجها اللي عنفها، وحتى لو كان ما بدت تهد المؤسسه الزوجيه، بس عادة لما بيوصل لمرحلة انه في عنف جسدي كبير وبيصير في شكوى بالمحاكم تاخذ حقها وبينحبس وبيتغرم وبيدفع تعويض عطل وضرر لانه اذاها جسديا، ضربها، عنفها، صار في كدمة، صار في ضرب، صار في اجهاض احيانا، هذا ابدا يعامل معاملة الرجل الغريب عنا، مو لان يعني لو كان زوجها فانا ما بينظروا لهذا الاعتبار، بالعكس هو بيتحاسب كما يجرمه قانون العقوبات بالحبس ومثل ما قلت بالغرامات، وبتاخذ حقها كاملا، واذا ارادت انه هي تنفصل لهذا الاسباب فالقانون عطى المراه. يعني في ناس كثير هلا بتفكر انه الطلاق فقط بيد الرجل، انه الرجل اراد انه يطلق زوجته طلقها، ما اراد فهي بتعيش تحت رحمته، لا، خلينا نصلح هالمعلومه، المراه بتستطيع ان تاخذ حقها في الطلاق، الطلاق حق للمراه، احيانا بتكون الحياه الزوجيه مستحيله حيلة. وفي عندنا بالقانون شيء بيقول يعني صعوبة استمرارية الحياة لعلة الشقاق، صار في فجوة كبيرة بينه وبين زوجها، بتنزل على المحكمة بترفع دعوة تفريق، بنقول نحن تفريق لعلة الشقاق، ترفع دعوة تفريق حتى لو كان الزوج غير راضي عن الطلاق، هي بإرادتها المنفردة بترفع دعوة تفريق، وطبعا في محكمين، احنا ما بنحب ابدا احنا دائما مع الأسرة السورية تلم على بعضها، مع انه الناس تقدر تتجاوز المشاكل، بس نحن عم نحكي عن حالات استثنائية انه بالفعل في تعنيف كبير، في ظلم كبير واقع على المرأة، اكيد ما حتبقى تحت رحمة الرجل، لا، بتنزل ترفع دعوة تفريق وبتاخذ طلاقها، ويعني بيرفع عنا الظلم اكيد، يعني هذا بالقانون السوري. تمام. كثير كمان من الاوقات بنسمع انه ليش بدي اشتكي، ما حيطلع من امره شيء، قد ما عملت المجتمع والقانون والقضاء وكلياته الى جانب الرجل. خلينا نعرف اذا اي انثى تعرضت للتعنيف سواء من العائله او حتى من الزوج، كيف ممكن تتصرف وشو هي الاجراءات اللي ممكن تقوم فيها؟ انا بدي اقول شغله فرح، انه الاصعب انه
يعني القانون يمكن يكون فيه ثغرات، بس المشكلة الأصعب الجهل بالقانون. يعني أنا لما بكون ما بعرف إنه قانوني بينصفني، فهون أنا عم عنف نفسي وبدي بصراحة. أسكت، مجبورة على السكوت، بدي أسكت لأني أنا ما بعرف. فأنا بدعو النساء حتى اللي ما إلهم علاقة بالحقوق ولا اللي إلهم علاقة بمجال المحاماة إنه يطلعوا على قانون الأحوال الشخصية، لأنه لازم يعرفوا شو إلهم وشو عليهم. هذا ما بيعني إنه طبعاً هلأ بدي أحكي إنه في كتير قصص لازم تتعالج بقانون الأحوال الشخصية، بس بالحد الأدنى موضوع التعنيف، إنه أنا معقول ما بعرف انه انا مثلا اذا زوجي او والدي او اخي او اي رجل او اي ام انثى ثانيه، حتى مو ضروري رجل يعني، وقع علي عنف، اللي بقدر انزل انا على مخفر الشرطه واقدم ضبط وارجع اروح على المحكمه لحتى يتوصف هذا الجرم. يمكن يكون ايذاء مثلا يؤدي الى تعطيل عن العمل، هذا مبند قانونا. يمكن يكون ايذاء ادى لعاهه فرضا. يمكن يكون جريمه اجهاض وهي جريمه منصوص عليها قانونا. يمكن اعتداء جنسي وكمان هذا تعدل، كان يستفيد المعتدي من عذر مخفف، صار هون ما بقى يستفيد، انه بالعكس يعني صار مثله مثل اي حدا تاني اعتدى على 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 الانثى يعني على المراه. فهون هدول كلهم لازم يكون في عندنا المام فيهم يعني طبعاً. فهي هو بيتحاكم محاكمه حسب، ممكن تكون جنايه توصل لاشغال شاقه، ممكن جنحه 3 سنوات تحت 3 سنوات. فكل جريمه الى عقوبتها بالقانون السوري، احنا لازم نكون ملمين فيها يعني. اكيد يعني نحن اليوم حاولنا هيك ولو شوي بهذا الوقت القصير اللي معنا انه نحكي عن القانون وقديش هو قادر فعلا انه يحمي المراه او الرجل، وان كان موضوعنا اليوم عن المرأة. بدنا نشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. بس في شغلة صغيرة سلمى، أنا قلت لازم بس أرجع يعني أحكيها بشكل دقيق، أنه المعتدي كان يستفيد من عذر محل في حال كان أحد زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، لا صار بيستفيد من عذر مخفف بتعديل القانون ضمن شروط كتير قاسية عليه هو لحتى ما يصير في هاي الجريمة في المجتمع. نتمنى يتعدل كمان وما يأخذ ولا عذر مخفف، لأنه هي جريمة كتير كبيرة بحق الإنسان. بالعكس لازم يتشدد يعني. أكيد نشكرك كل الشكر لك أستاذة رنا. شكرا موصول وكل التوفيق لك.